امال فين ال انا انت ايه؟ انا لسه ما خلصتش كلام عشان انت ترد عليا. ما هو انا بوفر عليك وعليا، هنفضل نتكلم كتير ومش هنخلص النهارده، اول بقره بتاعتي هتموت جوه. شكلك فاهم يا نصة. ايه ده اللمة دي؟ اللمة دي لا لا عادي، احنا كده على طول. هو قال لي احنا كده على طول، ما تعقل كلامك شوية. طب بص انا هقول لك، عشان الموضوع ده كبير قوي فانا لازم افهمك كل حاجة. انا اسكن عن نفسي مش عايز اعرف حاجة، انا جاي عشان اشوف شغلي. يا عم الدكتور طب اسمع بس، ده هي كلها كوباية شاي هنقعد نشربها انا وانت واحكي لك عن الموضوع كله. بقول لك ايه، انت شكلك كده راجل فاضي وانا مش فاضي لك، انا عندي المرضى مليان المستشفى جوه. يلا سلام عليكم. ايه ده وراح فين؟ خد الدكتور تعالى. خلاص خد، مش هقول لك على حاجه، البقره هتموت جوه. طب اياك بقى اسمع صوتك تاني. ماشي ماشي ماشي، تعالى انت بس. طب قول لي بقى، البقره بتاعتك بتشتكي من ايه؟ فيها ايه يعني؟ وما تكدبش عليا. الصراحه انا ما اعرفش، بس كل اللي اعرفه ان هي ولا عايزه تاكل ولا عايزه تشرب. طب تمام، انا هديها الحقنه دي وبعد ما تاخدها هتكون كويسه. ايه حقنه؟ يا نهار اسود اجري يلا. ايه ده؟ ده مرض الله يخرب بيته. خد هنا يا راجل انت. ايه في ايه؟ انا اتكلم عن نفسي مش عايز اخد حقنة، وانا العاديه كمان عايز اخد حقن. انت فهمت ايه؟ تعال خد بس هنا جاي، الحقنة دي اللي هياخدها البقرة بتاعتك مش انت. الله والله. طب اسكن كده ماشي. ايه يلا تعالى ده بسرعه يلا يلا. اقول لي بقى، اني بقرة فيهم اللي تعبانه؟ هي البقرة اللي واقفه في الاول دي، البقرة دي هي دي اللي مش عايز تاكل عايز اشرب، هي دي. طب كويس قوي. مالك خايف ليه كده يا حاج؟ ما تجمع شويه مش كده؟ مالكش دعوه بيها بقى يا دكتور، ولخص بقى واديها الحقنه بقى وخلص. ايه لا اجمالي بقى كده، انت لازم تاخدي الحقنه عشان تخفي. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا حباب قلبي قبل ما اخد منه لفه يلا بسرعه بقى، لما اسلك الفيديو بسرعه انزل اعمل لك الفيديو، ولو مش مشترك في القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان تبقى انت اول واحد شفت الفيديو. حبايب قلبي يلا اعمل لايك. خد يلا الله الله. بقول لك ايه يا عسل انت؟ نعم. عايز ايه؟ مالك يا عم انت استعلان عليا ليه كده؟ بالله مش كده، تنكش بقى وقول لي عايز ايه ولخص عشان انا مش فاضي. انا كنت جاي لك هنا عشان كنت عايز اخد لفه بالعجله بتاعتك دي، ينفع تديني لفه؟ لا طبعا ما ينفعش، انا ما بديش العجله بتاعتي لحد. يا اسطى لفه صغيره والله، اخدها اخد لفه بس لحد هناك كده وسعوا عليك والله. انا قلت لك مش هدي عجله، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ ماشي انت بقى اللي جبت لنفسك الحيوان انت، استنى بقى. يا دكتور يا دكتور استنى يا دكتور، خد والنبي الحقن يا دكتور استنى. ايه ده؟ في ايه يا حاج؟ مالك في ايه؟ المعزه دي يا دكتور شاريها لسه ما كملتش الساعه، ومجرد سبتها وراح اجيب لها اب جيت لقيتها الله اعلم مين اللي معلقها في حبل وكان شنقها، بس الحمد لله لحقتها في اخر لحظه وعايز اكشف لها اشوف فيها ايه. طب الحمد لله، قصه كانت مؤثره جدا. يلا سلام عليكم. خد خدنا رايح فين وقال لي السلام عليكم، وانا ضرب المسافه دي كلها عشان تقول لي السلام عليكم. طب انت عايز ايه يعني يا حاج دلوقتي؟ انت لو جاي تهزر فانا مش فاضي للكلام ده، انا عندي حاله ولاده متعسره دلوقتي. هو قال لي مش فاضي، وانت مش دكتور بطري ولا ايه؟ ايوه طبعا دكتور بطري، ده انا حاصل على شهاده البطاريات. طب كويس قوي بتاع البطاريات انت، انا بقى جايب لك المعزه بتاعتي دي عشان تكشف عليها. طب هي المعزه دي بتشتكي من ايه؟ ايه يعني اللي بيوجعها؟ يا عم انت ما بتفهمش ولا ايه؟ والله شكلك كده دكتور حمير. بقول لك كانت متعلقه في حبل وكانت هتتخنق ولحقتها على اخر لحظه، وبعدين اللي انا شاريها من عنده. ايه ده بس؟ اللي انا شاريها من عنده بتقول على طول مصدعه ومغزه وبتحس بدوخه، ودايما السبت والتلات يبقى مش في موضعها الطبيعي. اشمعنى يعني السبت والتلات؟ ليه يعني ما يكونش الحد والاربع؟ بقول لك ايه، مش وقت هزار دلوقتي خالص، المعده بتموت مني انجز. خلاص خلاص انا هريحك، انا هديها حقنه دلوقتي، واخد بالك مني؟ ايوه ايوه واخد بالي اهو. قول لي بقى حقنه ايه؟ انت فهمت ايه يا حاج؟ لا دي اسم الحقنه انا اللي مخترعها، ايه رايك؟ رايي بس حرام عليك، وبعدين انت بتشرني ليه؟ والحقنه دي اصلا بتاعه ايه؟ الحقنه دي بقى بتاعه كل حاجه، ومش عايزك تقلق، جربتها على كذا حاجه ونفعت. جهز لي يا ابني يلا الحقنه. الحقنه جاهزه من بدري يا دكتور، اتفضل. اوعى يكون فيها حاجه غلط. ربنا يستر. غلط ايه بس يا دكتور؟ ده الغلط على الزلط. امسك بس وانت هتدعي لي. امسك هات يا ابني جاي. حلوه قوي الحقنه دي،
نولي حقق المعزة. خد يا عم بس بالله عليك سمي الله وبالراحة اتفضل. ماشي يا سيدي هسمي الله. بسم الله. هات بسم الله الرحمن الرحيم. اثبتي. كده الحمد لله. ايه ده؟ امال فين المعزة يا دكتور؟ ايه ده مالك يا حاج متوتر ليه كده؟ اهدى كده في ايه؟ المعزة جوه خش شوف واطمن عليها. بجد؟ طب وسع طيب كده. والله وعملوها. ايه ده ماله ده؟ مالك يا حاج في مالك؟ ايه ده الله يخرب بيتك؟ ايه اللي انت عملته في المعزة ده؟ فين المعزة بتاعت؟ معرفش والله. انت عزفت الله يخرب بيتك وتعيد الحقنة اللي انت عدتاني دي. دي حقنة تشوف وشك على خير يا دكتور. يا نهار اسود الله يخرب بيتك يا بهيمة انت. راح تديني حقنة تشوف وشك على خير. ده هي بس نفهمه النبي بتاعي حقنة تشوف وشك على خير دي. دي حقنة تحويل يعني المعزة بتاعتك اللي كانت جوة اتحولت بقت حمار. بتقول ايه؟ حولت الحمار؟ منك لله يا شيخ. بقولك يا دكتور جبت لك الحمار بتاعك اهو جهزت بقى الحقنة عشان ترجع لي المعزة بتاعتي تاني. موجودة الحقنة اهي بس المرة دي بقى انا اللي مجهزها لك مش الحمار اللي معايا. انت اللي مجهزها؟ ده دي مصيبة اكبر اصلا. ربنا يستر. انا اهم حاجة عندي دلوقتي ترجع لي المعزة بتاعتي. خد الحمار بتاعك اهو. يا عم انت عيب عليك قلت لك ده انا معايا شهادة بطاريات قد الدنيا. والله العظيم ما عليني غير البطاريات بتاعتك دي. خايف تفصل؟ لا ما تخافش من الناحية دي بس كان على البطاريات فانا شاحنها بزيادة. يلا يا عم شي يلا بقى قولي انت عايزها عضل ولا وريد؟ عضل. لف لي كده. انا يا اسطى ام الدكتور ده شكله متخلف وهيودينا في داهيه. يا دكتور هي فين المعزة او ما كنت لسه اتحولت؟ عيب عليك يا حاج تعالى لي بس انت جاي اقف هنا جنبيه والحمار اللي انت شايفه جوه ده 10 ثواني بالظبط وهيكون متحول للمعزة بتاعتك. اما نشوف. تعالى بقى وريني. على ما اعتقد كده العشر ثواني خلصت. تعالى لي جاي. يلا يلا تعالى. ايه ده يا حاج ده متحول اهو. تعالى بسرعه شوف تعالى بسرعه شوف. شوف.